السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم المتنوعة مها لبيب ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في فيديوهات العمرة الفيديو اللي فات كنا بدأنا نتكلم على المدينة المنورة وصورت لحضراتكم الشارع اللي أنا كنت نازلة فيه في الفندق ساعتها واللي كان مواجه للحرم مباشرة وصورت لحضراتكم أهم الفنادق اللي موجودة هناك النهارده ان شاء الله مكملة مع حضراتكم بقى هندخل على المسجد النبوي ان شاء الله وهصوره لحضراتكم من الداخل كمان انا بس حابه اقول في البدايه ان الحرم النبوي من الخارج ليه بوابات كتير جدا والمسجد النبوي اصلا من الداخل برضو ليه برضو ابواب كتير جدا كل البوابات وكل الابواب بتوع الحرم وبتوع المسجد النبوي بيبقى ليهم ارقام فانا انصح حضراتكم دايما انكم تبقوا حافظين البوابه اللي بتؤدي للشارع بتاعكم علشان ما تتلخبطوش كمان حابه اقول ان كل الشوارع المحيطه بالحرم دي كلها فيها فنادق يعني المدينه المنوره كل البوابات اللي محيطه بالمسجد النبوي كلها بتطل على شوارع مليئه بالفنادق القريبه من الحرم يعني مش بس الشارع اللي انا صورته لحضراتكم المره اللي فاتت هو اللي فيه فنادق قريبه من الحرم لكن هو ده الشارع اللي انا كنت نازله فيه فطبيعي ان هو ده اللي انا صورته انما اللي حابب يعرف عن فنادق اكتر ممكن يشوف فيديوهات اكتر ويعرف عن كل التجارب اللي موجوده على النت وانا ان شاء الله هسيب لحضراتكم الفيديو اللي فات في شاشة النهاية وكمان هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس عشان اللي ما شافوش وحابب ياخد فكرة عن الشارع وعن الفنادق يقدر يتفرج النهارده بقى بدات مع حضراتكم كده ادخل لساحه المسجد النبوي انا كنت مواجهه الشارع بتاعي كان مواجه لبوابه 315 دخلنا من البوابه وزي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله ده بلاط الحرم اهو النبوي من الخارج وكمان ايه ما شاء الله المظلات المشهورة الجميلة بتاعة المسجد النبوي ايه هتظهر لحضراتكم دلوقتي في الكادر وهي اوريدي ظهرت اصلا اهي المظلات الجميلة المشهورة دي بتاعة المسجد النبوي معروفة ايه من اجمل ما يكون يا جماعة لما تكونوا بقى ماشيين تحتها على الطبيعة سبحان الله جميلة 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 جدا 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 يعني الديكوريشن بتاعة المسجد النبوي جميلة شايفين كمان المراوح اللي كانت بترش مية على الطرف اليمين دي دي موجودة في مكة وفي المدينة بتلاقوا مراوح كده على العواميد المحيطة بيكم في كل مكان في الحرم المراوح بيبقى فيها بخاخات مية كمان بحيث ان هي تهوي وترطب اهي ظهرت تاني اهي ظهر قدام حضراتكم حالا في الكدر كمان التنظيف بصوا طول الوقت كده ما شاء الله بتلاقوا طبعا زي ما حصل في مكه برضو وانا هعمل فيديو مخصوص عن تنظيف المسجد النبوي قبل رمضان بيوم بس بصوا هي المراوح بتهوي وبترطب والتنظيف شغال طول الوقت بصراحه بكل الادوات يعني كل ادوات النظافه بتلاقوا دايما الارض بتبرق دايما كل حاجه نظيفه حاجه في منتهى الجمال والروعه غير بقى طبعا الجو الروحاني الجميل وان الناس كلها رايحه مش عايزه حاجه من الدنيا غير ان ربنا يرضى عنها يعني حاجه في منتهى الجمال بصراحه ما شاء الله كمان حابه اقول ان احنا كده كنا متوجهين لبوابه المسجد النبوي اللي بتدخل على القسم المخصص للنساء يعني ايه يعني المسجد النبوي مش زي الحرم المكي الحرم المكي رجال ونساء في نفس المكان بيفصلوهم بس مثلا ببوابات صغيره او بيعملوا فواصل كده قطاعات قطاعات ويخلوا مثلا السيدات تقعد الناحيه دي تصلي بس الناحيه دي والرجال الناحيه دي لكن الطواف كله بيبقى مع بعضه عادي وكده انما هنا بصوا الرقم ده هو 13 ده البوابة 13 دي دي كان باب الحرم اللي بيؤدي لمكان مخصص للنساء يعني الباب 13 ده باب للنساء وفي باب تاني برضو للنساء والله الله open to me the doors of your mercy يعني يا رب افتح لي أبواب رحمتك حاجة جميلة حتى حاطين كمان شاشات بت... بت... بتعرض ادعية بتفكرنا بالدعاء فده كده انا دخلت هول هو باب 13 ده اللي هو مخصص للنساء طبعا انا مش هبقى بقرب قوي برضو علشان يعني ما ضايقش حد او كده انا بس حبيت افرقكم المكان نفسه من الداخل لان طبعا مش هينفع ادخل ناحية الرجال المسجد المكي او الحرم المكي انا قدرت ان انا ادخل واصور لان احنا كسيدات مسموح لنا طبعا ندخل ناحية الكعبة وكده انما الحرم النبوي الموضوع فيه مختلف السيدات بتدخل ناحية السيدات بس وحتى في الروضة الشريفة برضو متقسمة رجال وسيدات برضو هصورها لحضراتكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي دي ماء زمزم كل الكولمان اللي قدام حضراتكم ده كل دي كولمان لماء زمزم معرفش بصراحة بينقلوها ازاي من مكة للمدينة بس هي موجودة بكثرة جدا في الحرم النبوي برضو ما فيش اي مشكلة بصوا بقى الديكوريشن يا جماعه بصوا السقف والقباب من الداخل والاضاءة أنا انبهرت بالديكوريشن بتاع المسجد النبوي جمال تناسق الألوان جمال اختلاف القطاع اللي بيتعمل يعني الباترنز نفسها بتاعت الديكوريشن شايفين الروعه شايفين جمال الألوان وتناسقها الإضاءة إضاءة جوه العمود إضاءة إضاءة بره العمود في تكييفات في العواميد من تحت هوريها لحضراتكم برضه دلوقتي هعمل عليها فوكس شوية بالكاميرا بصوا يا جماعة حتى القبة من الداخل بصوا القباب نفسها بصوا شايفين التركواز في بني في منتهى الجمال ازاي دي كانت دكتور كده جوه الحرم النبوي بتقيس الضغط لو بنوته تعبت مثلا وهي بتصلي او كده وبتقدم خدمات علاجية بتبقى متطوعة هو في كتير ناس متطوعات سواء للتنظيم او او للكشف الطبي او لتوزيع زمزم زي اللي في ايدي كده كتير جدا 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 في المسجد النبوي يعني الحرم المكي كان المسؤول عن التنظيم وعن عن الترتيب بتاع الناس عن ال عن اللي هي مثلا البوابات ايه لفين يرشدوك للطريق مش عارف ايه الكلام ده كله كل ده كان تخصص ضباط الامن وضابطات الامن في كمان ضابطات سيدات إنما في المسجد النبوي كله تطوع، أنا بصراحة ما شفتش يعني تواجد أمني كبير في المسجد النبوي زي ما كان في الحرم المكي الشريف التطوع هو اللي عليه الفوكس الأساسي أو التركيز الأساسي في المسجد النبوي بنات كتير جداً 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 تطوع سواء اللي، هو ده التكييف يا جماعة اللي في العمود من تحت اللي بقول لحضراتكم عليه ده طول المسجد النبوي بقى بتلاقوا العواميد والتكييف من تحت كده وأماكن برضو أرفف كده للشوزات برضو تحت العواميد آه ففي المسجد النبوي بيبقى الأساس فيه هو التطوع مش آه مش ضباط الأمن ويمكن ده يكون ناحية السيدات فقط بصراحة مش عارفة أحكم بس أنا ما شفتش أصلا تواجد أمني كبير حتى في في الحرم الخارجي مش جوه المسجد نفسه يعني إحنا بندخل الأول من البوابات نبقى دخلنا الحرم نفسه وبعدين بندخل المسجد بقى باب المسجد حتى المكان اللي بره ده الحرم نفسه من بره برضو ما كانش فيه تواجد امني كبير اهو حبيت اصور لكم زمزم من قريب الكولمان نفسه بيبقى مكتوب عليه ايه بصوا دي كده كاسات جديده اللي هي ايه النيو كابس والناحيه التانية بنحط فيها الكاسات المستعمله اللي هي ايه اليوزد كابس الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اهو ده ايه؟ الكولمان كمان التراويح لقيناها في المسجد النبوي عشرين ركعة هو كان كتير شوية بس هما ما بيطولوش في الركعات يعني بيطولوا مثلا في أول عشرة وبعدين الباقي بيقولوا في قصار الصور فطبيعي ان الموضوع بيكون اسهل شوية عن لما يكون كله كمل بصور طويلة يعني شايفين يا جماعة الجمال؟ وزي ما صورت لحضراتكم صوت الادان لايف في الحرم المكي انا كمان صورت لحضراتكم الاقامه لايف في المسجد النبوي الشريف اسمعوا معي لا اله الا الله واللي فاجئني واسعدني جدا يا جماعه هناك كمان اني لقيت مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمه الفوريه زي اعلان كده على عمود من عواميد الحرم النبوي الشريف مكتوب عليه تعليمات بلغات مختلفه انكم يا جماعه لو عايزين تسمعوا خطبه الجمعه بلغه كذا ادخلوا على التردد كذا لو عايزين تسمعوا خطبه الجمعه بلغه كذا ادخلوا على تردد كذا وعاملين تردد مختلف لكل لغه من اللغات علشان سماع خطبه الجمعه يكون باللغة بتاعتهم ويقدروا يفهموها اللغات كانت اللغة الإنجليزية والفرنسية والتركية الإندونيسية الهاوسة والأردو الأردو والفارسية طبعا أنا مش فاهمة اللغات نفسها اللي مكتوبة في التعليمات لكن أنا فضلت أدور كده في الجملة لحد ما لقيت شكل الكلمة اللي ليها علاقة باللغة يعني طبعا بتبقى واضحة شوية فطبعا فرحت جدا ان كمان الناس المختلفه من كل دول العالم تقدر تفهم خطبه الجمعه وهي بتسمعها طبعا دي حاجه كويسه جدا جدا ومشروع بصراحه بصراحه يحترم فانا طبعا بحيي السعوديه على الفكره الجميله دي يمكن انا كمان ما فرحتش بس بالفكره علشان طبعا الحمد لله يا رب يعني ان انا مسلمه واني كنت اتمنى طبعا ان خطبه الجمعه تكون مسموعه للجميع ومفهومه للجميع لكن كمان عشان طبعا دراستي في كليه الالسن وعلاقتي بالترجمه علاقتي الوطيده بالترجمه فطبعا اي حاجه بحس ان الترجمه مفيده فيها فعلا بحس بقيمه الحاجه اللي درستها وبحبها اكتر الحمد لله يعني طبعا احنا كده مكملين في جولتنا داخل المسجد النبوي الشريف المظلات المميزه وكده الناس وهي خارجه من الصلاه في ناس لسه بقى بتصلي السنن او كده ده كده لو تلاحظوا ما بين ال التندات او المظلات اللي فوق دي في ما بينها وما بين بعض فراغ كده بيبين لك اذا كانت الدنيا ليل او نهار هي يعني كده طبعا الدنيا ليل وانا برضو ان شاء الله هتلاقوني مصوره لكم بالنهار كمان ان شاء الله يا رب عايزاكم تعملوا اشتراك في القناة علشان الفيديو الجاي ان شاء الله يا رب هيكون عن الروضة الشريفة والزيارة بتاعتنا كانت الساعة 8 الصبح فهتشوفوا المسجد النبوي في صورة مختلفة تماما النهار بصراحة هناك احلى كتير على قد ما انا في مكة حبيت الليل اكتر على قد ما انا في المسجد النبوي حبيت النهار اكتر النهار وضوء الشمس وضحوا الوسع والجمال بتاع المسجد النبوي مشينا كمان مسافه كبيره عقبال ما وصلنا للباب اللي كان مقرر لنا فيه اننا ندخل الروضه الشريفه ف يعني يعني بان لنا الوسع والجمال بتاع المسجد النبوي انما طبعا الليل مش بنت مش بنتنقل كتير لان الباب المخصص لصلاه النساء كان في وشنا على طول فما احتاجناش اننا نتنقل كتير لجوه يعني ده كده يا جماعه الشارع اللي في مدخل الحرم النبوي اللي احنا ساكنين فيه بقى وانا طبعا مصوره لكم بالتفصيل في الفيديو اللي فات وكلمتكم عن الفنادق اللي موجوده فيه وكمان صورت لكم لحظه الشروق في المدينه وهسيب لكم الفيديو زي ما قلت لحضراتكم في شاشه النهايه عشان اللي ما شافوش اتمنى بس انكم تعملوا اشتراك في القناه علشان كل ما نزل فيديو تقدروا تشوفوه وكمان تعملوا لايك للفيديو علشان يقدر يوصل لكل الناس اللي حابه تشوفه اللايك هي اللي بتخلي الفيديو ينتشر وناس كتير تقدر تشوفه وتنتفع بيه بصوا يا جماعه هتلاقوا كمان كو... طول ما انتم ماشيين في افواج كده بتبقى لابسه لون بعض بتبقى اهو شايفين كده دول كده بيبقوا جايين مع بعض من شركه سياحيه واحده في بلد معينه فبيبقوا لابسين لبس واحد لون بعض علشان ما يتوهوش من بعض زي ما كان بيبقى حاصل كده في الطواف في الكعبه لما كنت بفرج حضراتكم برضو في بعض الفيديوهات بتاعه العمره بتاعه الكعبه كمان على اليمين اهو ظاهر يافطه كده كبيره بيضه واخضر مكتوب عليها متحف السلام ده مشروع يعني ان شاء الله لسه هيقام هو لسه بس يا دوبك كاتبين الاعلان بتاعه انما هو لسه ما اشتغلش ف يعني ان شاء الله متوقع ان يكون فيه في السنوات القادمه متحف اسمه متحف السلام بس مش عارفه الحقيقه هو هيكون بيعرض ايه بالظبط خلونا نستنى وان شاء الله يا رب ربنا يكتب لنا زياره اخرى ونقدر نشوفه ونعرف بالظبط هو هيضم ايه شايفين الزحام يا جماعه وكده احنا كمان كنا في رمضان مش في حج مثلا يعني طبعا الاعداد بتاعه الحج بتبقى اكبر بكتير الناس لما بتخلص من الحج وبتروح او في ناس بتروح على المدينه الاول وبعدين تروح تؤدي ناسك الحج بيبقى طبعا اعداد اكبر بكتير دي صورة كده من عند الروضة الشريفة بشوقكم بس للفيديو اللي جاي انما انا مش هدخلها النهاردة انا بس حبيت اوريكم برضو منظر الجمال بقى بالنهار تفويج زوار الروضة الشريفة شايفين الجمال يا جماعة انا بس حبيت ان انا اوريكم صور كده للروضة الشريفة من الخارج عبال ما ان شاء الله تتابعوني الفيديو اللي جاي وتتفرجوا معايا عليها عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو وبشكركم اتمنى يا رب الفيديو ده يكون عجبكم وما تنسونيش بقى بالاشتراك في القناه ولايك للفيديو وابعتوه كمان لكل عشاق المدينه المنوره الناس اللي نفسها تروح ابعتوه لهم يصبرهم ان شاء الله عقبال ما يروحوا يا رب ربنا يكتبها لكل مشتاق وما تنسوش كمان تشوفوا الفيديوز اللي على الشاشه و تاخدوا جولة في القناة وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتس اللي عنده أي استفسار برضو يقدر يكتبه في الكومنتس وأشوفكم في فيديو جديد مهلا بيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته